هناك تناقض واضح بين صورة الله في العهد القديم وصورته في العهد الجديد مثلا كيف يكون المنتقم محبا هو بالأسف الشديد يا سيس أنه إنسان العهد القديم لم تكن عنده أي إمكانية لأن يرى الله هذه الإمكانية صارت للإنسان بسبب التجسد بسبب ظهوره في المسيح فلما تقول لما يقول أشياء النبي حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل فأي صورة أنت بتتكلم عليها هو فيش صورة من أساسه هو محتجب هو محدش شايفه محدش شايف حاجة عنه ف فلم تكن هنالك صوره لله من حال الاصل ولا اي نوع من الـ الـ الرؤيه او الـ الوضوح عن من هو الله فلما تقارن القديم بالجديد لازم يبقى واضح عندك انك تقارن بين اللا رؤيه واللا صوره تماما <applause> والاستعلان الحقيقي في التجسد بالمسيح يبقى لازم تخرج بصورتين او نتيجتين مختلفتين طبعا ده, ده الوضع الصح مائة بالمئة